تعال شوف سيد سيد الدمعة اللي 35 سنة ضرف دموعه على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكيف لا يبكي 35 سنة؟ كيف لا يبكي؟ فوالله لو امتد عمرنا إلى آخر الدهر لبكينا الحسين، فإننا نبكي عليه جيل بعد جيل. الإمام زين العابدين 35 سنة بكى على الإمام الحسين، وكيف لا يبكي وهو بأم عيني رأى الحسين وماذا يجرى عليه؟ يلتفت إلى عمتي زينب لما رأى الأرض ترتج والسماء تغير لونها وهبت هواء سوداء، قال لها عم زينب اسنديني. سوت زينب وضعت يدها على صدره ويد الثانية خلف ظهره فصارت تجره من الأرض، الجر من الأرض إلى أن أسندته على صدرها. قال لها عم زينب اكشفي لي عن طرف الخيمة، فكشفت عن طرف الخيمة وإذا به يرى الشمر جاث على صدر الحسين والأرض كادت أن تنطبق على السماء، فوضع يده على الأرض ويدا في السماء وقال يا أرض قري ويا سماء استقري فأنا حجة الله على الأرض. بعد اكتفوا بذلك؟ لا والله، بل صاح اللعين زينب من الخيمة طلعوه احرقوا قلبوا ابراس اخوه ولا من بجت بالصوت اضربوها سبوا الزكية وشتموا ابوها اخذوها واخذوا زين العابدين. يقول الامام زين العابدين كل من بكى منا شخص الا واقرعوه بالصياط. يقول الإمام زين العابدين لما دخلنا الكوفة كانت الناس تقول السلام عليك يا ابن رسول الله، ولما دخلنا الشام الشام يقول لما دخلنا الشام قالوا السلام عليك أيها الخارجي، يصيح اللعن ألا ومن أراد التفرج على الخوارج فليأتي. التفت التفتت زينب صاحت وحق الله درم خارجي، صاحت وحق الله درم خارجي، والجان سمعت زينب خاشمية ديجانة ولا من زينب اثنى. يا هالناس ما عدكم رحم ليش وقفت الحرم ما بين هالجيش والجهاي حالتكم الجسية؟ بعد 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 اللي ألم قلب أهل البيت، أهل البيت ترى عايشين بذلك العز وبذلك الدلال، أبناء رسول الله ذيل شلون ما يعيشوا على عزل ولا يعيشوا على دلال؟ اللي حرق قلب أهل البيت شلون؟ تتصدق الوادم علينا، تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دالة، جذب من قال غايب وليلة وراس على الرمح يبرى النساوي. الله أكبر يا مخدرات علي على ذلك العز وعلى ذلك الدلال. دلالي 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 هل يا دمع عيني دلالي، دلالي تراني احترق من همي، دلالي دلالي انا الجان يتوصف، دلالي وتالي الشمر يامر علي. هكذا منهج زين العابدين استمر على ذلك، استمر على ذلك البكاء وعلى هذا العويل.
بعث الحجاج وكان واليا على المدينة، بعث إلى مروان بن الحكم قال له إذا أردت أن يثبت حكمك فاقتل علي بن الحسين. التفت له بعث له قال له أما تنظر إلى آل سفيان فإنهم قد وغلوا في دماء بني هاشم ولم يثبت حكمهم، الله أزال حكمهم، فدعنا عن دماء بني هاشم، دعنا نحقن دماءهم ثم هلك. وأتى الوليد من بعده وصار يتحيل الفرصة بعد الفرصة إلى أن دس إلى أن دس إلى إمامنا السم النخيعة. اسمع هذا اللي بتوجع قلبك، لما سر الإمام لما سر السم في جسد الإمام، ولما وصل مثل هذا اليوم صار الإمام يغمى عليه ويفيق أخرى واستمر السم يسري في جسده، فلما حان حينه وقرب أجله التفت إلى ولده، ولدي الباقر إلي، أتى إليه ضمه إلى صدره واعتلى منه البكاء والنحيب، كادت روحه أن تخرج بين يدي ولده الباقر. قال له بني باقر أتعلم لما أراد أبي الحسين أن يحمل حملته الأخيرة دخل علي والدماء تشخب من جسده وضمني إلى صدره مثلما ضممتك هذا، صح ونادي وحسينا وإماما، يقول ضمني إلى صدره وصار يوصيني بوصاياه وودعني وانحدر ناحية الميدان وهو يقول إلهي دركت الخلق ضرا في أواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربان لما مال الفؤاد إلى سواك. فتوجه الإمام ناحية القبلة فعرخ جبينه وسكل أليلا مد يديه ورجليه وأغمض عينيه وأطبق أفاه وفاضت روح المقدسة، صح ونادي وإمامه وسيده دمع عيني على السجاد بدموما فاق الظلم والجور مات اليوم مسمو. لما السقاق السمية ويلي ومرده وكبده طاح الباقر عليه وضل الوالي يحوم. التفت له وقال بسك لا تنوح والجال ضل عندك دمع خليه الحسن يبلي جبد من العطاش من فطر نصين ولا لطفل ما بين داي يبسه أم مفطور. أنا أموت يبلي والدرج بجباد وشيعوني للقبور وتل الأجفاد. وحسين ظل ثلاث أيام عريان والدفن بلا كفان والرأس مقطوع. أنا ولو مسموم يبلي وجبدي ينعام
لكن بعد غير الجبيد ما صاب الاصوات وحسين بحجارة ضرب وسيوف وحراب وسهام كثرة صابته ويوم أشد خذ وإلهي يا إمام السجد يا علي ابن الحسين خذ وإلهي يا إمام السجد يا علي ابن الحسين خذ وإلهي يا إمام الساجدين يا علي ابن الحسين أريد أسمع صوتك خذ ولائي يا إمام الساجدين يا علي خذ ولائي يا إمام الساجدين يا علي ابن الحسين أيها البكاء في ليل الخشوع وأنين الحزن يا بحر الدموع أنت باب الله في صرح الخضوع أنت محراب صلاة الخاشعين يا علي يا ابن الحسين خذ ولائي يا علي يا ابن الحسين خذ ولائي إن يا علي لك قلب أصرحت فيه الجراح صار نبع لفيوضات الكفاح ليس دمع العين في الخدين لا إنه البركان والفتح المبين يا علي ابن الحسين خذ ولائي يا إمام السعد يا علي ابن خذ ولائي يا إمام الساجدين يا علي سين كم على الأحزان تطوى والبلاء إنما وجهتها في كبرياء هذه مأساتكم في كربلاء كنت فيها ملهما للصابرين يا علي ابن الحسين خذ ولا ساجدين يا علي ابن خذ ولائي يا إمام الساجدين يا علي ابن أنت سر بت في كنه الجلال يا علي الصبر ضاهيت الجبال دمت طودا شامخا في كل حال جوار القدس لك القدس قريب يا علي ابن الحسين خذ ولا ساجدين يا علي ابن خذ ولائي يا إمام الساجد حسين فزت يا ابن المصطفى بالمكرمات
وغدا نورك إشعاع الإباء. ولخذا أنت خير الكائنات وإمام الحق في الدنيا ودين. يا علي ابن الحسين خذ ولا علي ابن خذ ولاي لست أنساك أسيرا والقيود لحيل الجسم وبالنفس تجود وتنادي ليت ضمت للحود حسرتي والسبي أدمى المقلتين. يا علي ابن أخذ ولائي يا إمام الساجدين. يا علي ابن أخذ ولائي يا ابن من بات على حر الصعيد دامي النحر ومحزوز الوريد. سيدي أبكيك تسبى ويزيد أظهر اليوم سرور الشامتين. يا علي ابن الحسين خذ ولا يا علي ابن الحسين. يا الله تقبل عزانا منا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا كف أيد الظلمة عنا بحق محمد وآل محمد شافي مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين جماعتي الحاضرين. اللهم احفظهم فردا فردا وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين خصوص المسببين لهذا المأتم الشريف. اللهم اطل في أعمارهم ووسع في أرزاقهم واحفظهم واحفظ من يلوذ بهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا رب العالمين. والفاتحة إلى أرواح موتانا وموتاكم مات على الإيمان تسبقها بأعلى أصواتكم صلاة على محمد وآل محمد.